الحركة المتسارعة. هذا الفصل الثالث حنتكلم فيه عن الحركة المتسارعة، يعني اللي تتغير سرعتها. من نقول تسارع يعني تغير السرعة. أول درس عندنا التسارع أو الأكسلريشن. أباك بس تحط وإحنا في هذا الدرس إنه التسارع معناها تغير السرعة. تغير السرعة يعني ممكن السرعة تزيد وممكن السرعة تنقص. نتكلم عن السرعة. تغير السرعة المتجهة changing velocity، زي ما قلت سرعة معناها التسارع. احنا في الدرس الماضي كنا بنتكلم عن السرعة، اخذنا هذا المثال وكانت عندنا سيارة طلقت من هذه النقطة بهذا الاتجاه. مثلا هنا كان الموضع صفر والزمن صفر برضو ثانية. قلنا بعد ثانية مثلا قسنا موضعها لقيناها هنا، مثلا نقول 2 متر. الثانية اللي بعد قسنا موضعها لقيناها هنا عند 3 متر. الثانية اللي بعدها الثانية الثالثة لقينا الموضع هنا عند 4 متر وهكذا. شوف المسافات هنا متساوية، يعني هذه السيارة أو الشخص كانت بتمشي بسرعة في ثانية واحدة تقطع متر واحد. هنا الوقت عدى ثانية واحدة وهنا المسافة تغيرت متر واحد. نفس الشيء هنا عندي ثانية واحدة والمسافة تغيرت متر واحد، عشان كده السرعة ثابتة هنا ما تغيرت. عشان تتخيلها برضو تخيل انك راكب في سيارة سرعتها ثابتة على 50 كيلومتر مثلا ما تغيرت، ما زدت من دعسة البنزين أو ضغط فرامل، سرعتها. لو جينا رسمنا منحنى الموقع الزمن هنلاقيه ماشي بخط. ليش؟ لأن السرعة ثابتة، في ثانية واحدة يقطع واحد متر، هنا في ثانية واحدة يقطع واحد متر، سرعة ثابتة. عشان كده المنحنى منحنى الموقع الزمن دائما خط مستقيم. ممكن يتغير بتغير السرعة، يعني لو ممكن يجي بهذه الطريقة، لو كانت السرعة أسرع يجي بهذه الطريقة، بس إنه دائما خط مستقيم. ليش؟ لأنه السرعة ثابتة. لكن لو تغير الوضع، مثلا هذه السيارة سرعتها تغيرت. كيف يعني تغيرت؟ يعني في البداية كانت تمشي بسرعة بطيئة، يعني بعد ثانية موضعها هنا مثلا عند 1 متر، بعد ثانيتين موضعها هنا عند 2 متر، بعد 3 ثواني موضعها هنا 3 متر. سرعة أبطأ، زادت السرعة، يعني بعد ثانية وصلنا مثلا 5 متر وزادت السرعة أكثر، يعني بعد ثانية أخرى وصلنا مثلا 8 متر. شوف السرعة هنا غير ثابت، السرعة تغيرت، يعني فيه صار تسارع. منحنى الموقع الزمن ما هنلاقي خط مستقيم. مثلا هنا هنبدأ بالصفر والصفر، بعدين واحد واحد تكون هنا تقريبا، اثنين اثنين هنا، ثلاثة وثلاثة هنا، في البداية خط مستقيم إلى الثانية الثالثة. لكن بعد كذا زادت سرعته، يعني في الثانية الرابعة وصل لخمسة متر، في الثانية الرابعة مثلا هذه الثانية الرابعة وصل لخمسة متر، صار هنا الثانية الخامسة وصل لثمانية، يعني في الثانية الخامسة تقريبا هنا وصل لثمانية متر، صار بهذه الطريقة. شوف ما صار خط مستقيم لأنه السرعة تغيرت، صار يقطع مسافات مختلفة في نفس الفترة الزمنية، وهذا اللي نسميه تسارع. في هذا المثال عندنا كان ماشي بسرعة أبطأ، بعدين بدأ يمشي بسرعة أسرع، عشان كده نشوف في نفس الفترة الزمنية بدأت المسافة تزيد، وممكن برضو السرعة تقل. يعني مثلا يعني ممكن تكون هذه السيارة في البداية كانت سرعتها كبيرة، مثلا بعد الثانية موقعها كان هنا عند 2 متر، وبعد ثانية موقعها عند 5 متر، وبعدها بدأت تبطئ سرعتها، يعني في الثانية الثالثة مثلا لقاها وصلت
7 متر، الثانية الرابعة، الثانية الخامسة مثلا وصلت 8.5 أو إنها توقفت تمام. شوف هنا كانت المسافات كبيرة في نفس الفترة الزمنية. شوف في ثانية وصل لاثنين متر، هنا في ثانية وصل لواحد متر فقط، بعدها في الثانية الثانية وصل لخمسة متر، في الثانية اللي بعدها وصل لسبعة متر. قلت سرعته، قلت سرعته أيضا، صار يقطع مسافات أقل في نفس الفترة الزمنية. هنا برضو هذا نسميه تسارع، لأنه تغير في السرعة، سرعة قلت معناته هذا تسارع، تسارع بالسالب بس إنه برضو تسارع، أي تسارع معناته تغير في السرعة. هذا نفس الشيء لو جينا نحطه على منحنى الموقع الزمن نلاقيه بهذه الطريقة، للصفر والصفر، بعدين في الثانية الأولى وصلنا المترين، هذه الثانية الأولى المترين هنا، الثانية الثانية وصلنا خمسة متر، هذه الثانية الثانية وصلنا خمسة متر تقريبا، متر في الثانية الثالثة سبعة متر تقريبا هنا، في الثانية الرابعة ثمانية متر، هذه الثانية الرابعة تقريبا ثمانية متر، الثانية الخامسة شوف بدأ بسرعة عالية بعدها سرعته بدأت تقل. عشان نراجع شوف، إلى لما كانت السرعة الثابتة يعني يقطع مسافات متزمنية، تمثيله في الموقع الزمن كان خط مستقيم ما يتغير لأن السرعة ثابتة. بعدين لما شفنا تغيرت سرعته، كان ماشي بطيء في البداية بعدين زادت سرعة، يعني في تسارع، يعني السرعة تغيرت، الموقع الزمن ما عاد صار خط مستقيم. حتى في التسارع السالب يعني لما السرعة بتقل، السرعة كانت كبيرة بعدين قلت السرعة، نفس الشيء ما عاد صار خط مستقيم لأن السرعة تغيرت.